تعتبر ذبابة التين الإفريقية من عائلة دروسفيلا حشرة واسعة الانتشار ذات أصل استوائي ومتعددة العوائل على أشجار الفاكهة، وعلى التين على وجه الخصوص كونه العائلة المفضلة للذبابة. تتطور الحشرة خلال دورة حياتها تطوراً كاملاً، حيث تبدأ عملية التزاوج بعد 2 إلى 4 أيام من خروج الحشرة الكاملة. بعد عملية التزاوج تضع الأنثى البيض بشكل انفرادي بواسطة آلة وضع البيض عند الفتحة الطبيعية لثمار التين، أو عند التشققات أو الجروح والإصابات التي تحدثها الآفات الأخرى. تضع الأنثى من 27 إلى 139 بيضة خلال فترة حياتها التي قد تصل إلى 50 يوماً بمعدل 58 بيضة. والبيضة أسطوانية متطاولة ذات 4 خيوط رفيعة لونها أبيض حليبي وطولها 0.5 ملم. يفقس البيض بعد يوم إلى يوم ونصف عند 25 درجة مئوية، وتتغذى اليرقات على لب الثمار، ويعتبر طور اليرقة الطور الضار للثمار، وهي متطاولة أسطوانية مستدقة من الأمام، لونها أبيض كريمي، لها فكان أسودان، عديمة الأرجل، ولها 3 أطوار ويبلغ طولها 6 ملم. تنسلخ اليرقات 3 انسلاخات لتصل إلى طور اليرقة الناضجة خلال 5 إلى 10 أيام، ثم تتوقف عن التغذية وتتعذر في التربة أو في الثمار. ويستغرق طور العذراء من 6 إلى 8 أيام حتى تخرج الحشرة الكاملة. تعتمد مدة دورة حياة الحشرة على درجة الحرارة وتوفر الغذاء المناسب. حيث تراوحت دورة حياتها من 14 إلى 23 يوم عند 25 درجة مئوية، وفقاً لدراسات بيولوجية أجريت لمجتمع هذه الحشرة من الأغوار الشمالية في الأردن، ويبلغ عمر الحشرات البالغة من 4 إلى 79 يوم. Thank you.